اللي جاي يعيش. والله نتمنى الخير للبصرة، والبصرة محافظة كبيرة وإخواننا وأشقائنا ونسايبنا، يعني تربطنا بهم صلة كلش كبيرة البصرة، فاللي قدمتها البصرة اليوم يعني ما يتسولف به، يعني قدمت شيء الكثير للبصرة، قدمت شيء الكثير، وترحابها بالأشقاء العرب الموجودين داخل البصرة كلش كبير، يعني في فرح بالنسبة للمواطنين العراقيين أو كمحافظة. اي والله، اي والله يا ريت يا ريت يعني تصير مو اول يعني مو زياره كزياره اولى، ويتوسع هذا الشيء، والمواطن سواء كان خليجي او غير خليجي يعني من يدخل البصره يعني يشوف نفسه كبلد الثاني، يعني ما يرتبط شيء بس بالرياضه، لا على نطاق اوسع.